هي وهاد الحاله ديالها راه ما تزيد ما تتمشي ما ولا لا خليتيها في البيت امانه ولا خرجتي امانه. دابا عندها 22 سنه في عمرها ما تتزادش ليا هاد البنيه هكا الله خلقها وهكا بغاها الله يشوفها. يعني حياتي وشبابي وجهتها لهاد البنيات. اشي تنطلب انا الله سبحانه وتعالى عطاني هاد البنيه هكا وعطاني هاد الرزق هكا راني عايشه بها. السلام عليكم خوتي تعاونوا معايا على هاد البنيه. هانتوما تشوفوا هاد الحاله ديال البنيه راه خلاها با باقيه صغيره يلاه تزات يلاه في القماط خلاها با ما يعني ما استقبلهاش ما عمرو جا عندها ما طلع لها ما فرحها ما والو. وانا خرجت نخدم عليها طول شبابي كله هو تنخدم على هاد البنيه. وكانت الوالده توفات دابا وخلات عليا مورا كورونا توفات الوالده وخلات عليا وانا ما عرفتش اش ندير دابا. ما حيتي نخليها ما حيتي نخرج ما حيتي نخدم. وانتم تشوفوا راه ما تيعاوني حتى واحد ما تيجي عندي حتى واحد. وتنطلب من الناس اللي محسنين الناس اللي الله غادي يكرمهم وهنا غادي الحمد لله غادي يخلصهم الله والجنه ديالهم اللي بغى يدير هذا الخير في هذه البنيه وهذا الاجر الله اللي غادي يخلصهم. وتنطلب الله سبحانه وتعالى بلا شوفوا هذه البنيه وهذه الحاله ديالها راه ما تتزيد ما تتمشي ما ولا لا خليتيها في البيت امانه ولا خرجتي امانه. ودروك راه ما يمكنش شي واحد يخدمني بهذه البنيه. يعني حتى بغيت نخدم انا باقي صغيره ونخدم ما يمكنليش نخدم ما عنديش اللي يشد اليوم ما يقدر حتى واحد ياكلها. دابا هي مريضه من العمود الفقري اخويا هي دابا العمود الفقري وما تتزادش العمود الفقري ما تتزاد وتتجيها مرض عندها مرض الكريز عندها داك تاخذ سيرو دي باكين هو باش تنعس. دابا عندي دي باكين هو اللي عندي تناخذ لها دي باكين تاخذ لي واحد السيده تاخذ لي السيرو ديالها وتتنعس هذاك هو تيزقى لها عندها مرض دي باكين هذا مرض الكريز يعني تيشد حتى الكريز وتبقى تترعد تترعد تترعد. وزادوني واحد الحاجه اخرى يعني هاد البنيه ما يمكنلهاش تاكل شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي تنعطيها انا. الا درتي لها شي حاجه اخرى تيجيها القبض مع ما تتمشيش تنعطيها دواء القبض من الفرماسي مع الطبيب اختصاصي تيدوز ليا ليها وتيعطيني مرض يعني حتى القبض تيجيها. يعني الا ما كلتيها شي حاجه سوائل يمكن تدير ما درتي لها شي حاجه تيجيها القبض تيجي في سيمانه جوج سيمانات عاد مسكينه عاد تمرته مرته ومعتبه هذه البنيه. هو شي تنشوف الله سبحانه وتعالى اللي بغى يدير هذا الاجر في هذه البنيه ويدير اجره حسنته عند الله سبحانه وتعالى. اخويا تزادت لي البنيه من كرشي هكا ما غوتاتش يعني قال لي الطبيبه ما واش بغيتيها ولا ما بغيتيهاش زيتو انا ديك في البلاصه. قلت ليه لا انا بغيت هذه البنيه ما غاديش نلوحها وما غاديش نخليها نتخلى عليها مهما كان الحال غنبقى انا وياها اما نموت انا نخليها اما تموت تبقى ليا. علاش تنطلب من الله سبحانه وتعالى نقابلها والجهد ديالي عطيتو ليها ونقابلها وما نقدرش نخليها في شي بلاصه وما نعطيهاش لشي واحد. ما كاين اخويا والو الجمعيات هي مع المعرفه. انا مشيت عند الجمعيات وتيشوفوا البنيه تيقول لك عطيني التليفون وما تيديروا معايا والو. جاو جمعيات مشيت عندهم مؤخرا كاع هي ما كاملينش وشتهم وقلت لهم عافاك عاونوني في هذه البنيه وما عاونونيش. لا دوزت لها عند الطبيب دوزت لها وخرج لي لها اخويا دي باكين عطاني لها دي باكين. هي تتمشي هذه البنت للحاله بزاف الحاله ديالها هو داك الكريز. دابا هي تيجيها مرض الكريز تنتيها تيديروا لها الفوني صافي تيخرجوا لي هذيك تيخرجوا لها داك عندها دواها هو دي باكين عندها الدواء ديالها ديال باكين عندها السيرو ديالها دي باكين ما تتقطعوش. والترويد والحاله ديالها الترويد قالوا لك ما بقاش غنديروا لها حيت العمود الفقري وهي معوقه منه. دابا عندها 22 سنه في عمرها هي هذا هو المرض اللي ما تتزادش ليا هذه البنيه هكا الله خلقها وهكا بغاها الله يشوفها. هي يتعاونوا معايا خويا يشوفوا هذا الشيء ويتعاونوا معايا باش ما يشوفوا هذا الاجر هذا ويديروه معايا ويتعاونوا معايا ما ماتباش معايا الحمد لله هذا الشيء الله عطاني الله الحمد لله بغيتها وفرحانه بها وتنعس حدايا وكلشي. يعني ما تنخرجش انا نفرح براسي انا تنفرحها هي وتنشري لها حاجه ونقلعها راسي ونشري لها ونقلعها راسي الحاجه الماكله ونكلها لها هي. يعني حياتي وشبابي وجهتها لهاد البنيات. اشي تنطلب انا الله سبحانه وتعالى عطاني هاد البنيه هكا وعطاني هاد الرزق هكا راني عايشه بها. الناس اللي بغوا يتعاونوا معايا راه غيشوفوا هاد البنيه وغيشوفوا هاد الحاله ويعاونوا معايا. إذا كانت شي سكينه كحسن كاع نسكنوا في اتساع شويه. انا ما عندي حتى حاجه ما عندي ماكينه الصابون
فاش نصبلها تنصبلها في حوايج في البانيو. يعني الناس اللي غيشوفوا هذا الشيء غادي يتعاونوا معايا، اللي بغا يتزاوهم الله، الله اللي غادي يزاجيهم، الله اللي غادي يخلصهم. وانا غادي شي يشوفوا شي حاجه ما خبيتهاش عليكم، هانتوما كلشي تشوفوا بعينيكم. الا تعاونوا معايا واخا شي سكوينه نسكن كاع في شي بلاصه، انا خفت هذا البيت اللي طاح لي على هذه البنيه، انا ما عنديش سكنه ساكنه مع الوالد، وانا الوالد عطيني هذا البيت ما عندي باش نسكنه باش نبنيه كاع. دابا هذا الشيء اخويا اللي تنعاود اليوم تنعاودهم يشوفوا الحاله كي داير، باش ما انسان باش ما انسان باش ما طفي عليا وباش ما حن عليا، الله يحن عليه. والله وانا راه اي حاجه قليله راه عايشه بها الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين اخويا.